هلا هو الحقيقة احنا بلشنا قبل شهر رمضان بشهرين، والعمل ما كان مخطط له انه يكون يعني يعرض بشهر رمضان. نحن عمليا هلا ببداية الشهر الرابع بمسلسل فوضى. عمل متعب مضني للغاية، هي أصعب تجربة بتمر بمسيرتي المهنية على الإطلاق على الإطلاق. عمل خاص للغاية، مكتوب بطريقة للأمانة مهمة ومدهشة، كاتبه الأستاذ حسن سامي اليوسف ونجيب نصير. كلياتنا هيك عشنا مع بعض تجربة يعني مهمة وممتعة، بس بنفس الوقت مرة للغاية. كان عند حضرتك بشكل شخصي عمل اللي هو بانتظار الياسمين، اللي أخذ جائزة عالمية. لأي درجة بتشعر بالتحدي أمام هيدا العمل؟ مظبوط، بانتظار الياسمين كمان كان هيك واحد من الأعمال المهمة اللي قدمتها، وقبله عملت وراء الشمس وقاع المدينة، يعني مجموعة من الأعمال اللي أنا كتير فخور بأنه قدمتها. بعتقد فوضى هو الأكثر أهمية والأكثر إدهاشا. العمل بيحمل مضامين كتير كتير خاصة، معي مجموعة مهمة كتير من الفنانين والفنانات، أيضا معي كادر فني خاص للغاية. مجموعة الحقيقة عم تبذل جهود كتير خاصة بالعمل. أنا ما مشتغل لحالي، أنا صحيح المخرج، بس معي مثل ما قلت لك مجموعة كتير خاصة، وعلى رأسهم الدي أو بي اللي هو مدير التصوير والإضاءة، اللي حمل عبء كبير جدا معي هو ومجموعته، بالإضافة لبقية الشباب. العمل عم يحكي عن هاي المرحلة الصعبة جدا بحياتنا، هاي السبع سنوات المرة اللي عشناها هون، باتجاه إنساني، مجموعة من قصص الحب الفاشلة، فوضى العقول، فوضى الأرواح، فوضى الأجساد، فوضى الزمان والمكان. حكاية خاصة ومدهشة عم نحاول نشتغلها يعني بمنتهى الأمانة، بتفاصيل أعتقد يعني أعتقد جازما أنه هي رح توصل للناس بطريقة كتير محترمة، لأنه نحن محترمين كتير المتفرج العربي. ما يحدث بفوضى هو منعكس ليس فقط لما يحدث بسوريا بأفئدة وعقول وأرواح الناس، هو منعكس لما يحدث خليني أقول بعقول السواد الأعظم من الناس اللي موجودين بالمنطقة بالشرق الأوسط بالمنطقة العربية عموما. معروف حضرتك بالنسبة للجمهور وبأعمالك دائما بكل عمل في إدهاش بجانب معين أو برؤية إخراجية مختلفة عما سابق، شو هو الوعد اللي ممكن أو الإدهاش اللي حيشوفه الجمهور بهيدا العمل؟ في شيء يعني خاص بهاي التجربة من حيث الشكل الفني، من حيث الستايل، بعتقد هو مختلف وجديد، اللي خليني أقول ما هو موجود بالعقل وبالروح والوجدان ستجدي منعكس بالصورة بتفاصيل دقيقة جدا. ستجدي الفوضى بحركة الكاميرا، بالضوء، بسلوك الشخصيات تبع العمل، بذهنيتي أنا كمخرج. يعني هاي السبع سنوات اللي أنا شخصيا إنسيني كمخرج التعت منها وفقدت جزء من عائلتي فيها، هي رح تكون أيضا منعكس من حيث الشكل، قلق الكاميرا، شكلها، الناس، الحالة، خليني أقول لك الفوضى اللي موجودة بعيونهم، حالة الفراغ، حالة اليأس والأحباط، فقدان القانون، عدم وجود قانون يحكمنا وينظمنا، هي عبر حكاية. الشيء المختلف هو حقيقة هو أول مرة رح يكون في شكل كتير كتير مختلف بعملي هذا بفوضى، رح يكون في شكل مثل ما قلت لك خاص كتير يعكس مضمون النص وخصوصية النص. هذا مسألة كتير بتهمني وكتير ركزت عليها من لحظات قراءتي الأولى للنص، وأخذت وقت مني حقيقة وقت وجهد هائل جدا لقدرت أنظمها وأربط هذا العمل بوحدة بيونيتي خاصة من الفريم الأول للفريم الأخير بالعمل.